صورك. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بعد ما عملنا بالسيخ بالتردد 7، طبعا حفرنا شي متر. الآن تغيرت لنا التربة، طلعنا صخور شوية وطلعت لنا آثار دفين، تراب دفين واضح أمامنا كما ترون. صور لهم هنا بما بين الصخر، هاي صخرة وهي صخرة وهي صخرة، وهي بالوسط يطلع مثل الجراش، يعني كأنه مخلوط بفحم أو نوع من الفحم الحجري. صور وصل لهم لهنا، ها يعني في مبشرات خير إن شاء الله. شوف صور لهم، شوف تقدر تصور لهم الفيديو تمام كامل. زيد وقرب هنا، شوف كأنه فحم، فحم. تغيرت التربة ولون الدفين أحمر، وهذا عاد إن شاء الله نكمل. احنا نمشي معكم خطوة خطوة ونصور لكم فيديو فيديو، على أساس يكون شغلنا لكم واضح والقناة تكون معاكم صادقة كل الصدق. لا نريد كذب ولا نريد لف ودوران، وعشان نثبت لكم من الخبراء هذو اللي يعلموكم بالأشياء خلينا نتكلموا صحيح أم كذب. وهكذا إخواني الكرام كما ترون، صور لهم هنا موضع واضح، هاي صخرة كبيرة وهي صخرة أصغر وهي صخرة أصغر، وهنا بالوسط. عشان نرجع نكمل بالوسط هنا يطلع. طبعا نصور لهم كم المسافة. احنا قلنا بالسيخ انه متر ونص، متر ونص. الآن احنا حفرنا من هنا، شوف كم، شوفوا واضح وضوح، يعني إلى هنا ما يقارب كم متر، متر وثلاثين سنتي، متر ثلاثين سنتي. شوف صور صور لهم عندنا أصبعين، يعني ثلاثين، هذه ثلاثين لهنا، متر وثلاثين سنتي، يعني باقي لنا عشرين سنتي. لكن الحفر صعب، مرصوص على حجار، شوف معين يشتي له وقت. شوف كيف هم، لا تفتكروا انه سهل، شوفوا صعب، ها ها، يعني مبني مشروع باحكام، باحكام شديد. شوف قابل انه يفتك، شوف. وهكذا طبعا سوف نموه المكان عشان الرصد البشري، وما يجيش لي طير ثاني يختفي، ها. ونخليكم الى الجمعه القادمه ان شاء الله، ونصور لكم فيديو جديد ان شاء الله، نوصل الى باب او الى الجره الذي وضحناها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.